بداية كنشكر أنفاس بريس على إتاحتها لنا هذه الفرصة هذه. هذا الاجتماع ديال المجلس الوطني اليوم اللي كان عندنا اليوم 24 شتنبر 2022 هو اجتماع يأتي في سياق المؤتمر الوطني التالت الذي انعقد في يونيو الماضي 17-19 يونيو الماضي، واللي اليوم كان تتمة ديال هذه الأشغال بهيكلة إعادة هيكلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والإحياء الجامعية. فكيف ما كتعرفوا التعليم العالي كيعيش واحد دخول جامعي مرتبك، وهذا القطاع هذا كيعرف مشاكل كثيرة، وبالتالي فالمؤتمر ديالنا اللي انعقد في يونيو صادق على واحد العدد ديال المقررات. المكتب الوطني الذي انتخب واللي اليوم تمت هيكلته وتم انتخاب الاخ عبد اللطيف ايت بن بلة كاتبا عاما مع النواب ديالو مع اعضاء المكتب الوطني، بطبيعه الحال سيسهرون على تنفيذ ما قرره المؤتمر، وايضا لمعالجه المشاكل اللي كيعيشها القطاع. فمعروف ان الوزاره نزلت واحد القانون ديال التعليم العالي، هذا القانون ديال التعليم العالي نقابتنا عندها عليه واحد العدد ديال الملاحظات. ايضا هناك مناقشه ديال النظام الاساسي ديال اساتذه التعليم العالي، ولكن ايضا هناك نقاش حول النظام الاساسي لموظفي التعليم العالي. هذه القضايا كلها المكتب الوطني الجديد سيتحمل مسؤوليته في مناقشتها، وايضا في اعداد المقترحات ديال النقابه ديالنا، وايضا تنزيل المقررات ديال المؤتمر الوطني ديالنا على ارض الواقع. اكيد انه ايضا كاين الجانب ديال الحوار الاجتماعي والحوار القطاعي، فمباشره من بعد المؤتمر ديالنا اكيد بقياده السيد الكاتب العام الجديد الاخ الكاتب العام الجديد السي عبد اللطيف ايت بن بلة والامين السي صباح عزيز، فغادي نطلبوا لقاء مع الوزاره باش نشوفوا القضايا والمشاكل ديال موظفي التعليم العالي. اولا باش نكمل ما اللي بدا به الاخ حسان، العضو السابق الكاتب الوطني السابق للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، فهو كيترأس المجلس الوطني اليوم اللي فرز عنه أو انتخب فيه المكتب الوطني، والذي انتخبت فيه كاتبا وطنيا للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية. الامور دازت بشكل ديمقراطي، كان ترشيح جوج ترشيحات الكتابه الوطنيه ودازت الامور بشكل ديمقراطي. نفس المشكل بالنسبه للامانه، فكيجي هذا المجلس في واحد الظروف اللي كيعرفها المغرب، ظروف اللي كيعيشها المواطن والموظف، ظروف مزريه اللي كتجيب نظرا لارتفاع الاسعار واللي توخى على ارتفاع اسعار المحروقات، فكينتظرنا المشاكل كبيره لهذا المكتب الوطني، وان شاء الله غادي نستروا واحد البرنامج. سترنا درك برنامج مرحلي فيه تكوينات الكتاب الجهويون، فيه تكوينات اللجان الثنائيه، غادي حكينا اقترحنا في المكتب الثاني، طرحنا واحد الملف مطلبي على الوزير، غادي نبقاو متبعينه ان شاء الله. كاين عاوتاني النظام الاساسي للتعليم العالي، القانون الاساسي للتعليم العالي اللي الوزاره بغات ديرو، دونك حنا كنا درنا لجان واجتمعنا معاه وجدنا اقتراحات ديالنا اللي كتخص الموظفين ديال التعليم العالي، اقترحنا على الوزير. غادي ان شاء الله نطلبوا لقاء باش نتبعوا هذا الملف المطلبي. كاين مطالب بزاف كي كتعرفوا، كاينه امور كيعيشها الموظف الجامعه، كي قال الاخ حسان الدخول الجامعي كان متعطر، كاين بعض الجامعات اللي فيهم 7-8 المؤسسات اللي كتعيش بدون رئيس مؤسسه، الدار البيضاء فيها 8 المؤسسات بدون رئيس مؤسسه، سال لهم الانتغيم، والان راه بدون رؤساء المؤسسه وكيتسناو ينتخبون او يديروا لهم رؤساء المؤسسات. فكاين عاوتاني قله الموظفين، لان كاين واحد ليموراجي ديال الاحاله على التقاعد، لان كي كنقولوا ديما الكليه تبناو في السبعينات
75 76 فبالتالي الموظفين اللي دخل على 25 راه وصل دروك 60 62 64 وما كاينش تعويض. كاين قله في الموظفين، قله الموارد البشريه وكثره الطلبه. الدخول الجامعي على سبيل المثال في الدار البيضاء، انا كنعيش في الدار البيضاء، نعطيك مثال في الدار البيضاء، فكليه الحقوق طرق جديده فيها ما يزيد على 34000 طالب، ف والموظفين تيبقاو في تناقص كل سنه، فهذا مشاكل كبيره. هادو ذكرت لك منهم شويه ولكن بزاف، هي مسؤوليه كبيره. غادي نتعاونوا معنا الاخوان اللي سبقونا والاخوان اللي معنا في المكتب باش ان شاء الله نحاولوا نحققوا منها على الاقل شيء النصف او الاكثر. شكرا جزيلا.